هذا الشخص المتعدد تكلمنا عن الدبابة والقناص والقنبلة والمتعالم والمغرور والمتردد والإبناء. نيجي للشخص العدمي أو اللامبالي. خلينا نقول لك أن تصحح موقفك، هدفك إقناع الشخص العدمي لكي يتحدث. الشخص العدمي هو الشخص الصامت الساكت. هدفك إقناع الشخص العدمي لكي يتحدث. خطة العمل أهداف عظيمة وملخص سريع. طبعا هون الشخص العدمي والشخص المتردد، هون لاحظ الفرق بينهم، فرق يعني شعرة. شوف هون الشخص العدمي بيتجه للإتقان، الصامت هذا بيتجه للإتقان، بيتجه لبؤرة العمل والخانع المستقيم، هدفه الإتقان. بينما الشخص المتردد خانع مستقيم صح، بينما بيتجه لبؤرة الناس، هدفه البحث عن التقدير والاستحسان. فبالتالي الفرق بسيط بين المتردد والصامت. عندما يتحول أحد إلى شخص عدمي، هدفك أقنع الشخص العدمي لكي يتكلم، حاول أن يخليه يتكلم بأي طريقة. خطط العمل، خطط لما يكفي من الوقت، وجه أسئلة غير محددة وتوقعية. طبعا الأسئلة المفتوحة تكلمنا كمان عن الأسئلة، شو الفرق بين السؤال المغلق والسؤال المفتوح. السؤال المغلق جوابه نعم أو لا أو شيء محدد، السؤال المفتوح بيفتح تفكير، بيخليك يعني طلاقة بدك تتكلم طلاقة. ثلاث وجه الأضواء عليها، أضع خمن بين المستقبل، خمن يعني مثلا أنت مضايق مشان هيك، لا والله مشان هيك، مشان هيك. مرة حدثت مشكلة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو وأزواجه، فجلس بالمسجد ويعني بين عليه الحزن، فإجا لعنده صحابي جليل يمكن عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب ما جلس جنبه مثلا والله واتكى وعمل مثله حزن، لا حاول يخرج من الصمت. هون متعلم شلون تخرج الصامت، فبالتالي حاول يخرج. شلون حاول يخرج؟ والله فلانة بنتي أو بنتي من زوجتك، زوجتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني كذا، أنا عرفت ربيها وهيك. قال له لا وش يعني، خلا نطقه خلا يتكلم. طبعا الشخص صعب المراس ممكن يكون أنت شخص صعب المراس، يعني هاي الحاجات هي إنسانية، ممكن إذا ما تلبت تتحول أنت لشخص صعب المراس. على كل حال، خمسة بين المستقبل.